السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على برنامج اوتوديسك فرونت اوف. البرنامج دوت جزء من البيم، والبرنامج باختصار بيقوم بعملية الحصر. أنا دلوقتي لو أنا عندي مشروع كبير جدا وعايز أشتغل فيه بيم، الريفت بيعمل لي المبنى ده 3D، النفس وركس بيجي بعد كده يعملهولي 4D، بيضيف لي بعد الزمن. يعني ايه بيضيف لي بعد الزمن؟ يعني بشوف المبنى وهو بيتبني، بشوف الأول الخرسانات بتاعة الفاونديشن، وبعد كده بيبدأ الدور البيزمنت مثلا، بيبدأ الجراوند، بيبدأ الميزانية، الدور الأول التاني، بيبدأ المبنى كله يتشكل قدام عينيا. بعد كده بخش على برنامج اوتوديسك كونت جوف. البرنامج ده فيه اختيارين قدامي، إما إن أنا هحصر مبنى يكون معمول بالبيم، بيكون هو فاهم كل حاجة فيه، فاهم إن دي عواميد، فاهم إن دي حيطان، فاهم إن دي بواب شبابيك، فالموضوع بيبقى سهل جدا، مجرد إن أنا بقول له تيك أوف بيحصر المبنى كله. الاختيار التاني إن أنا ميبقاش عندي المعلومة ديت، فبقول له أنا هحصرها يدوي يدوي، ببدأ أحصر حاجة واحدة واحدة، بياخد وقت طبعا لأن هو مش بيم، مش فاهم الحاجة إيه، بس بيعملها بطريقة كويسة جدا. بيعملها بطريقة كويسة جدا إزاي؟ إن هو بيدخل التكلفة بتاع كل حاجة. يعني أنا عندي الباب، وأنا ممكن من طريق الأوتوكاد بأمر واحد أعرف إن أنا عندي مثلا 15 باب أو 20 باب، بس مش هقدر أعرف تكلفته كام بالظبط. لأ، هنا بيقول لي شوف تكلفة العامل قد إيه، تكلفة المادة الخام قد إيه، شوف تكلفة لو في مقاول هياخدها منك سب كونتراكتور، شوف التكلفة دي هتبقى قد إيه. يبدأ يجيب لي تكلفة كل حاجة في المشروع لحد ما يبقى عندي تكلفة دقيقة لكل حاجة هتحصل في المشروع. فأنا هنا هيبقى عندي كل حاجة، مش أرقام تقريبية، لأ هتبقى أرقام قريبة أوي من الواقع. هقول له إيه نيو بروجكت، يقول لي اكتب المشروع، فأقول له مثلا نيو إن أي نكست، بيقول لي اختار وحدة قياس هتشتغل بالنظام المتريك والإمبريال، أغلب الدول العربية بتشتغل بالنظام المتريك. بيقول لي اختار العملة، عندي الدولار، اليورو، الياباني، الفرنسي، يعني شوف الحاجة اللي انت تشتغل بيها. انا اخترت الدولار لان اغلب الدول العربية شغالة بالدولار. نكست، بيقول لي اختار الكتالوج. ايه الكتالوج دي بقى؟ الكتالوج دي تنظيم للحاجات اللي موجودة في المشروع. بمعنى ايه؟ هيبقى عندي بند مثلا بالدهانات، مثلا عندي بند بالعواميد، البنود اللي موجودة في المشروع، تنظيم للمشروع وتقسيمها، وأبدأ أحط كل حاجة هتتحسر في قلب الكاتالوج بتاعتها. طبعا لو شغال ريفت الكاتالوج هيبقى سهل جدا، لأن هو عارف إن دي بقى في شبابيك. سيلكت كاتالوج في التو دي، هبدأ أنا بقى أبدأ أشوف إيه الكاتالوج ديت، لما أختار نان وأبدأ أنا أنشئ كاتالوج من نفسي، لما أبدأ أشوف الكاتالوج اللي موجودة اللي جاية مع البرنامج. لما يكون انا عندي كتالوج خاص بالشركه، فاقول له براوس وابدا اختار الكتالوج اللي موجود في الشركه. هختار مثلا الكتالوج دوت انفورمات، واقول له نكست، بيقول لي دخل الملفات الموجوده. ممكن ادخل حاجه 2D او حاجه 3D، وابدا اشوف ايه الامتداد الموجود عندي، لان انا ممكن اشتغل دي دبليو اف او دي دبليو جي، الاثنين اوتوكاد، او جي بي جي، او اي صور موجوده بي ان جي او PDF. طيب انا دلوقتي لو قلت له انا عايز اشتغل دي دبليو اف، دي دبليو اف دي الامتدادات الخاصه بالحاجات، ممكن مثلا الريفت لو انا عايز اسيفه بس في دي دبليو اف. طيب هقول له انا عايز اوتوكاد، واختار ملف اوتوكاد ولكن مثلا دوت، واقول له امبورت، واقول له ايه فيش. يبقى فايدة البرنامج دوت او اي برنامج تاني مماثل في كذا برنامج بيقوم بنفس المهمة، ان هو بيعمل لي حصر، بالاضافة لموضوع التكلفة. التكلفة دقيقة، مش هقول له مثلا العمود بيقف عليا في تقريبا في حدود مثلا 500 جنيه واروح كاتبها، لا ده انا هقول له مثلا ده تكلفة العامل اللي هبين العمود كذا، وتكلفة المقاول كذا، وفي مثلا تكلفة الماتيريال عندي 3 4 أنواع من الماتيريال، راح كاتبهم له كلهم وأقول له خد احسب لي الحاجات دي كلها.
خلاص كده الملف بدأ يدخل، ممكن أدخل كذا ملف في نفس الوقت، وممكن أدخل سكيشن وأبدأ أحسب برضه الحاجات في السكشن، مفيهاش مشكلة إن شاء الله. ده الكتالوج اللي كان موجود، يعني بيقول لي انت عايز ايه العناصر اللي انت عايز تخسرها في المشروع. هل انت مهتم بان انت تخسر الفاونديشن ولا الشيل ولا الانتريور؟ يعني ممكن تكون مثلا مش مهتم بالانتريور في الفترة ديت فاشيلها، تمام؟ اقول له اوكي، ويبدأ الكتالوج يظهر عندي هنا. لو مش موجودة بقول له ويندوز، وابدأ اشوف ايه الحاجات اللي متوفرة عندي هنا. تمام، ادي هو التيك اوف، ويبدا عندي الجداول ديت او الكتالوج ديت، وابدا اشوف الحاجه اللي انا عايز احصرها هنا موجوده فين. يعني وليكن مثلا عايز احصر العمود ديت، فدلوقتي هبدا اشوف هل انا هحصر بنفس الجداول ديت ولا الحاجه اللي انا عاملها عايز حاجه جديده. يعني دلوقتي ممكن اقول له ايه، انا اختار من هنا سيت كلينر وابدا احصره من هنا، او هعمل جروب جديد. خلينا نعمل جروب جديد، اقول له انا عايز نيو جروب، وخلينا نسمي ده مثلا كولوم. ممكن يكون اعمل كذا جروب تحت بعض، اقول له مثلا جروب تاني مثلا استراكشر كولوم. ممكن بعد كده ابدا احط العناصر، ده جروب وده الايتم. الايتم اقول له مثلا كولوم 1 كولوم ايه، هنا بختار الشكل بتاعه ووصف ليه، وابدا هنا اشوف هل الحصر ده انا عايز احصر بالكاونت بالعدد ولا بالفوليوم ولا بالاريا ولا باللينير. فرض ان انا قلت له كاونت، يبقى انا كده هختار بالعدد. لو انا اخترت كاونت يبقى هطلع فوق هلاقي اداه بتاعت الكاونت، اداه بتاعت اللينير، اداه للاريا. لو قلت له كاونت ببدا اشوف العناصر، ولا مثلا واحد شوف العناصر اللي هم نفس العنصر نفس الكولوم، تمام. بعد كده باجي في التيك اوف، ادوس الكليك يمين، اقول له بروبرتيز. هنا ببدا احط الخصائص اللي انا عايز، يعني انا جنرال بشوف اذا كان مثلا العنصر دوت بعد ما حصرته بعدد. هنا بقول مثلا ممكن نغير العدد، اقول مثلا خليها باللينير، بتلاقي الخصائص اللي تحت اتغيرت. لو قلت له بالاريا تلاقي الخصائص اتغيرت. احنا اتفقنا ان احنا نخليها بالكاونت. طيب بالكاونت ممكن يقول لي ايه، طب اكتب لي الهاي واللينث والثيكنس. ليه؟ عشان يبقى عندي حاجه اسمها كوانتيتي 2. يبقى انا عندي كوانتي 1 اللي هي كاونت، وعندي كوانتي 2 مثلا اللينير. يعني مثلا لو انا اخترت هنا الكاونت وقلت له الهاي بتاعي 2 واللينس بتاعي 3 مثلا بالمتر. السيمبلي دي لو عندي تفاصيل، هنشوف الموضوع ده مع بعض. الكوست داتا بقى كوانت 1 كذا، طب كوانت 2 بيقول لي انت عايز تحسبها بايه؟ ممكن اقول له باللينس، تمام، ياخدها بالمتر. بمعنى ايه؟ ممكن يكون انا مثلا عايز اعمل عندي حتة ارض مثلا، وابدا احط لها بلاط. فبالنسبة للشيرة وكده ممكن اقول له مثلا عايز عدد البلاط مثلا كذا. بالنسبة للعمال هو عايز يحسبها بالمتر او بالاريا، فيبقى عندي حاجة تحسب كونت 1 هتحسب بوحدة قياس معينة، هتحسب مثلا بالوحدة، وعندي وحدة قياس تانية هتحسب مثلا باللينز أو بالأريا أو بالفوليوم. بعد كده ببدأ أشوف التكلفة، هل التكلفة مثلا ولا مثلا التكلفة 22. طيب 22 دي في الساعة ولا في اليوم ولا في الأسبوع ولا في المنث؟ وهل التكلفة دي هيضربها في كونت 1؟ يعني لو أنا مثلا عندي كونت 1 طلع مثلا 20 وحدة، هل هيضرب ال 22 دي في ال 20 ولا في كوانتي 2 اللي هي في اللينس
الوقت اللي انا هاخد فيه مثلا، الوقت انا دلوقتي لسه بحسب الوقت، ال 22 ساعه دول هيتضربوا في كوانت 1 ولا في كوانت 2، ولا كله هياخد 22 ساعه بالظبط، كلهم هيتعامل في نفس الوقت وكلهم هياخد 22 ساعه مثلا كوانت 1. الماتيريال كوست تكلفتها قد ايه؟ مثلا خلينا نروح روش برضه، التكلفه دي الكوانت 1 للواحده ولا بالمتر ولا كلهم على بعض ماتيريال ثابته؟ برضه نبدأ نشوف الليبر كوست. الليبر كوست العامل تكلفته قد ايه؟ مثلا قلنا 33 مثلا، نفس الكلام للواحدة ولا باللينز ولا في المشروع في العملية كلها ولا في الهاور. طب سب كونتراكتور، في سب كونتراكتور ولا لا؟ اكيومنت كوست، طبعا الكلام دوت لو الموضوع بسيط، لو انا هستخدم مثلا ماتيريال واحدة، انما لو الموضوع هيبدأ متعقد هبدأ استخدم الاسمبلي ده، ببدأ استخدم فيه كذا نوع من انواع الخامات مش خامة واحدة. طيب هقول له اوكي، ببدأ الاقي ظهرت عندي حاجة تحت اسمها ورك بوك، بدأ يظهر فيه الكولوم، بدأ يظهر فيه كوانت 1. طب انا عايز ابدأ اظهر بيت العناصر، اقول له ظهر لي كوانت 2، الغي الريمارك وابدأ اقول له ظهر لي التوتال كوست، اظهر لي الكيوبمنت كوست، اظهر لي التايم، الماتيريال كوست، ابدأ يظهر لي كل العناصر اللي موجودة. كل حاجة بدأت تظهر اهيت، الكولوم طيب. لو انا عايز احصل بطريقة تانية، يعني ايه بطريقة تانية؟ يعني هقول له اعمل لي ايتم جديد، الايتم دوت ولكم مثلا هيبقى الاريا مثلا الفينش او البلاط، وعايز احسبه مثلا بالاريا، واختار الاريا من هنا. اه الاريا هيقول لي لازم تحدد السكيل بتاعك، هل انت شغال بالمتر ولا بالمليمتر؟ اقول له مثلا شغال بالمليمتر، اوكي خلاص هو كده هيعرف هو شغال معايا بالمليمتر. طيب لو انا عايز احصر المساحه مثلا وليكن الجزء دوت، باجي الاقي الحاجه بتاعت المساحه، بلاقي ممكن ان هو يداني بشكل بول لاين، ابدا انا احدد اول نقطه، تاني نقطة، تالت نقطة، رابع نقطة، لحد ما الشكل معايا ايه يكمل معايا. خلصت بدوس مرتين تمام. ممكن نروح نختار تاني مثلا الحتة ديت، أول نقطة، تاني نقطة، تالت نقطة. طيب هاجي هنا في تيك اوف، اه احنا كنا المفروض نحصرهم هنا لما تحط في الاريا. طيب ممكن ان الاريا دي كلها هنا، القلب الكولوم، الاقي في الكولوم في اريا، ممكن احطها بره، انا مجرد بس بديك امثله فبشوفها. ممكن ان انا احطها كده تبقى الاريا لوحديها والكولوم لوحديها، تيك اوف، وده صح طبعا الاريا لوحديها. طيب انا قلت له ان دي بالاريا، طيب هدخل جواها بروبرتيز وابدا اشوف الاريا دي، ممكن يكون مثلا لسبب من الاسباب عايز الفوليوم، يبقى انا هديله سيكنس تمام، خليها بوينت 2 مثلا. هنا بختار الكالر بتاعها، الشفافيه بتاعتها، الهاتش، الانجل، ممكن اقول له اديها هاتش مثلا كده مثلا. الاسمبلي لو انا عندي كذا خامه، فرض ان انا معرف شويه خامات، هاجي ابص هنا اختار الخامة اللي انا عايزها، طبعا لسه ما حطيتش خامات بس سهل ان انا احطها بنفس الطريقة. بعمل ايتم جديد واسميه مثلا اسمنت، اسميه رملة، اسميه زي ما انا عايز. الكوست داتا ابدا اختار هنا الاريا، اختار الفوليوم، الفوليوم هيعمل ايه؟ هيشوف الاريا ويروح يضربها لي في الثيكنس، يبقى هو كده جاب لي ايه؟ الفوليوم. التايم اقول له مثلا 2، الماتريال اقول له مثلا كلفني 22 للوحدة في كله مع بعض، الليبر كوست اقول له مثلا 10، سب كونتراكتور 5، الاكيومنت كوست 10، اوكي تمام. انا الاريا هي ظهرت لي بالتفصيل بتاعتها تمام.
ولكن مثلا عندي مثلا دي هاي مثلا، فعايز احسب بالطول الحيطة، اجي اعمل جروب جديد اسميه اي اسم فينيش. طيب الفينيش ده احط تحتيه ايتم اسميه فينيش وول، وهعرفه بان هو حاجة باللينير. اجي في اللينير انا عندي اختيار اللي هو اوتوماتيك، يعني مجرد ان انا اعلم على الحيطة خلاص هيحسبها معايا اهي. او ممكن اختار ان انا اعملها يدوي، ومحدد اول نقطة وتاني نقطة، تمام. ولما بخلص بتدوس مرتين خلاص كده هو حسب الحتة ديت، بدوس في تيك اوف الفينيش. طيب هدخل جوه الفينيش واقول له بروبرتيز. طيب انا هبدأ احط خامات عشان تظهر معايا في الاسمبلي، وليكن مثلا في التيك اوف هقول له مثلا نعمل ركن كده الخامات، جروب الخامات، ممكن حتى اكتبها بالعربي الخامات، تمام. وبعدها بحيث ان هي مثلا ما تبقاش تحت حاجة خالص، واقول له اعمل لي ايتم جديد، واقول له مثلا دهان، واقول له مثلا حاجة تانية، وليكن مثلا رامل مثلا اي حاجة، تمام. فباجي هنا في فينيش روبرتس اسمبلي، اختار خامات لسه ما عرفتهاش فعشان كده ما ضغطتش معايا، تيك اوف الخامات، هنقوم مثلا باللينير بروبرتيز الدهان والرمل اللي هم شغالين معايا، هقول له سيلكت. دول بقى اللي هيبدأ الحصر بتاعهم، ابدأ اديهم معادلة. يعني ايه هديهم معادلة؟ يعني اقول له كوانتك اوف دي خد مثلا اللينير لينير واضربه تلاتة، شوف الطول كام واضربه في تلاتة، اوبشن اقول له خد اللينس اسف واضربه في تلاتة، خد اللينس اضربه في تلاتة، اللينس في ثلاثة، تمام. وهنا اقول له خد مثلا، ممكن اخليها بالعدد، ممكن اخليها بالايرة زي ما انا عايز، اجمع عليه مثلا ثلاثة، تمام. دي معادلات بعملها بتسهل عليا، تمام. قص داتا خلاص هنا اتقفلت، ليه؟ لان انا كتبتها خلاص في الاسمبلي، تمام. واقول له ايه اوكي، هاجي هنا في التيك اوف واقول له الدهان مثلا بيكلفني كوقت مثلا ساعة عشان ادهن الحتة الواحدة، الماتيريال بيكلفني مثلا اتنين، بيكلفني اتنين، فكده بقى عندي معادلات تسهل عليا الحساب الخامات، مجرد ان انا ببدأ اشوف الشغل هياخد مني قد ايه هو يحسب كل حاجة مع نفسه. ببدأ أشوف الفينش ألاقي إن هو حسب لي التكلفة بالوحدة، كنت تو بالميتر، حسب لي التوتال كوست، خلي التوتال كوست في الآخر كده شوية، تمام. ماشي سب كونتراكتور لو أنا عايز أحطها ممكن نشيلها خالص، تمام. بلاقي هنا الأريا خلاص حسبت، الكولوم الفينش كله اتحسب، ماشي. لو انا عايز اسيف المشروع بقول له فايل سيف،
لو انا عايز اعمل اكسبورت، ده انا عندي نوعين من الاكسبورت. ايه الاكسبورت او 3 انواع؟ الريبورت لسه ما عملناهوش، انا بنعمله. كاتالوج، لو انا عايز استخدم الكاتالوج ده في مشاريع تانية بعد كده بدل ما عندي 3 انواع دول بس، هعمل كاتالوج للشركه بتاعتي. النوع اللي بعد كده هقول له كوانتيتي، واشوف هل انا عايز الشيت اللي انا فيه بس ولا اقول شيت. هيسيفوا لي اكسل، اقول له مثلا سيفوا لي اكسل بس مثلا واحد سيف، وافتح الاكسل. اقول له اوبن، بلاقي الجدول ظهر معايا اهوت. تمام. الريبورت باجي هنا بقول له انا عايز اعمل ريبورت كاستم ريبورت، ببدأ اختار ايه الحاجات اللي انا عايزها معايا في التقرير. الكولوم ببدأ اشوف ايه هل كل دول انا عايزهم ولا في عناصر بس اللي انا عايزها. اللي اوت ممكن انا مثلا احط لي النمبر نيم والشو جريد. الهيدر عايز تكتب فوق ايه واللي انت مش عايز تكتبه، ممكن تكتب اسم الشركة، ممكن تكتب اي حاجة انت عايزها. كريت روبوت، هذا التقرير اللي هيظهر معايا. تمام. التقرير ده ممكن نروح نسيفه فايل اكسبورت ريبورت، وتبدأ تسيفه زي ما انت عايز. بتدي لك الكريستال روبوت بحيث لو انت هتستخدمه في حاجات بعد كده. تمام. يبقى اكبر ميزة ممكن نقول ان احنا بناخدها من البرنامج دوت، هي ان احنا هنشتغل دوكيومنتس. لو انت عايز ترجع للمشروع بعد كده، دوكيومنتس بيجيب لي كل حاجه موجوده، يعني ده اللي اوت، ده اللوحه اللي احنا شغالين عليها، دي التقارير. ببدا اتنقل من خلال دوكيومنتس، ممكن اكون فاتح اكتر من فولدر. اكبر ميزه من البرنامج ان انا ممكن احصل حاجه 2 دي زي صوره، بس طبعا ما تجيبليش صوره صورتك كده وتروح تقول لي انا هحصرها، هتحصرها ازاي؟ لا، يعني الصورة يكون المبنى مثلا بعد ما اتعمل اوتوكاد، حد راح مسيفه كجي بي جي او بي ان جي او جي اف، اي من دي الصور. او ممكن عايز تحصل من بي دي اف، او عايز تحصل من اوتوكاد بس عايز بتفاصيل التفصيل، يعني عايز احصر هيكلف قد ايه وقت، هيكلف قد ايه كمية، هيكلف قد ايه سب كونتراكتور، كل الحاجات دي عايز ابدا احسبها. تمام. لو انا عندي مدخل ملف كان ريفيت، مجرد ان اقول له تيك اوف موديل، طب ايه الحاجه اللي موجوده هنا ومش موجوده في الريفيت؟ هنا هبدا ادخل تفاصيل التايم ماتيريال كوست، الحاجات دي كلها. الخامات، لو انا عندي كذا خامه، الكلام ده عشان اعمله جدول في قلب الريفيت هياخد مني جهد كبير، بس انا بتحكم فيه. هنا هتلاقي الموضوع ان شاء الله اسهل وبسيط. ممكن اعمل ليجند. ليجند بمعنى ايه؟ انا هنا حطيت كذا علامة، فعايز اعرف كل واحد فيهم ايه التفاصيل بتاعتها، فبلاقي الليجند اهوت، ببدأ اشوف ايه اللي هكتب فيها. يعني لما الاقي دورية اعرف ان دي مثلا العمود اللي هي مقاسها كذا، العلامة دي يبقى دي اريا، العلامة دي اللي هي فينش. ممكن اروح اقول لما تظهرليش ديت اسألي ديت، انا عايزك تكتب لي كوانت 1، عايزك تكتب لي كوانت 2، عايزك يعني ابدا اشوف ايه الحاجات اللي انا عايزها تتكتب، ابدا اشوف السايز. وباجي بلاقي برضو سيرش سيلكشن دوكيومنتس يونت اند سكيل. لو انا عايز ابدا اظبط السكيل بتاعي، يعني اقول مثلا انا شغال بالمليمتر، شغال بالمتر، المقاس من كام لكام، او ممكن ما تبقاش كده، اقول له ست سكيل باي بلوتنج. يعني ايه؟ يعني هاجي هنا واقول له مثلا دي، خلينا نكون مثلا عاملين زوم كده على الحاجات دي معينه، على مثلا الحته دي 8250. تمام. اجي هنا اقول له مثلا كاستم، بدل ما اكتب واحد واحد وانا معرفش اصلا كام بالظبط، هقول له سيت سكيل باي بلوتنج بوينت، وعلى مثلا من هنا لهنا. تمام. واقول له دي بالمليمتر سوى 8250،
هو كده يعرف النسبة والتناسب بينهم قد ايه. اوكي، هو يشوف النسبة والتناسب بينهم قد ايه ويبدأ يحسب. ماشي، يعني بديله المقاس اللي مكتوب واكتب له واكتب، يعني هيس مثلا من هنا لهنا ويقول له المسافة دي اصلا موجودة في اللوحة مثلا 8 متر او 10 متر، هو يبدأ يشوف النسبة والتناسب بينهم قد ايه. ماشي، ده لو عايز تشوف انت فين في قلب المشروع نافيجيتور. هنا لو عايز تبدأ تحط زي أشكال مثلا معينة كتوضيح ليك وانت شغال، هنا لو عايز تكتب أي كتابات، هنا لو عايز تحط أي علامة توضيح كل أوت حوالين أي جزء وتكتب عليها، هنا لو عايز تحط رمز معين ستامب زي مثلا ابروفال او فاينل او فور ريفيو مثلا ابروفد. ماشي، بس نصغر الشكل شوية والتكست كلر، شوف انت عايز تخليه شكله ايه، السايز بتاعها قد ايه، تقول مثلا ابروفد اهي العلامة جاهزة، مثلا نوت سكيل. طبعا لازم تغير الاسكيل قبل ما تحط النوت سكيل، تبدأ تشوف الشكل السكيل اللي انت عايزه. تمام، ده برنامج الـ Autodesk Contig Off على السريع، أتمنى يكون شرح سهل وبسيط. أخوكم عمر سليم.